أرشدوني إلى كتاب في مادة العقيدة الإسلامية، بحيث يوضح الآتي: معنى لا إله إلا الله وشروطها ومراتبها ونواقضها. ثم يتحدث ذلكم الكتاب عن الشرك وعن أنواعه وعن الكفر وأنواعه وعن النفاق وأنواعه، جزاكم الله خيرا. هناك كتاب حافل في هذه المواضيع التي ذكرها السائل، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ففيه هذه المواضيع التي سأل عنها السائل، وهي بيان معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ومدلولها، شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها ومدلولها، وفيه بيان الشرك وأنواعه، وفيه أبواب عن أنواع من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق والتحذير منه. فهذا الكتاب ولله الحمد حافل بهذه المواضيع. نعم.